بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا شباب مع هذه المسألة والتي امتحنت فيها طلابي في المتيرم الأسبوع الماضي، وتحية خاصة لطلابي الذين سيشاهدون هذه الحلقة بحرص وانتباه، لأنها ستساعدهم في اكتشاف الأخطاء التي يعني فعلها العديد منهم في هذه المسألة. بعطيكم يا شباب يعني غير طلابي قصة المسألة هذه. كنت امتحن طلابي زي ما انتم شايفين قبل تقريبا شهر على تيست، فقط سؤال واحد على الهيدروستاتيك فورسز، وكان عندنا سلندر هنا الريديس حقه 2 متر، ولكن كان الأفرج جدا منخفض، يعني أحد السكاشن 45 والآخر 50 من 100. فلما جاء المتير ما أحببت أني أروح يمين أو يسار، إيش قلت؟ أخذت نفس الفكرة زي ما انتم شايفين، هذا هي النصف سلندر هنا، ولكني زودت الموية إلى فوق إلى هنا، والنصف الثاني إلى اليسار بدل ما كان هو نصف سلندر خليته إيش تريانجل متساوي الأضلاع، على أساس أني أحط له مسألتين في مسألة واحدة. على اليسار يحسبها بالهيدروستاتيك فورسز على بلين سيرفيسز، يعني بياخذ النورمال، وعلى اليمين يعني أشوف هل هو فاهم ولا ما هو فاهم لما زودت الموية من هنا إلى هنا. فيمشوا نقرأ المسألة هذه يا شباب مع بعض، نتوكل على الله. يقول لك 2 متر ديب ليكويد بادي، اهو هذا الليكويد عمقه 2 متر، سيبريتد ان تو سايدز، مفصول الى جزئين، باي ان اود شيب بارير، بفاصل غريب الشكل، هوز ديبث از 1 متر نورمال تو ذا بيج، يعني في العمق جوا، والبارير هذا مكون من هاف سلندر زي ما انتم شايفين هنا، والتريانجل اللي هو على اليسار. A controlling shaft along point C is keeping the barrier in place. يعني هنا في شافت هنا يثبت البوابة أو البارير هذا من أنه ما يروح يمين أو يروح يسار. The specific weight of the liquid is gamma. أوكي. لم يحدد الإقراع السؤال اللي هو أنا نوعية الفلويد، ومع ذلك بعض الطلاب مصرين على أن يعوضونها ب 9810، ما أدري شو السبب. Sketch a clear free body diagram showing all forces acting on the barrier and their lines of action. رقم 2 compute in terms of gamma all the hydrostatic forces acting on the barrier and their lines of action. لاحظ يا ولدي ذكرت لك in terms of gamma، أنا ما أعطيتك gamma ومع ذلك مصر أنك تعوض 9810. هذا الجزء الثالث compute the resisting moment at point C that keeps the barrier in place. سنبدأ الآن بالفقرة الأولى اللي هو clear free body diagram، وأشكر الطالب عبد العزيز البحيران اللي زودني بالرسمة هذه وأيضا زودني بالحل كله، سترونها الآن ما كان مني إلا فقط مجرد copy and paste، أتقن المهارة هذه ما شاء الله تبارك الله. رسم لنا زي ما أنتم شايفين الفري بادي دايجرام، واختار هو حركة ذكية، قال لك أنا ما بختار النورمال فورس ميثود اللي هو الهيدروستاتيك فورس التي تؤثر على البلين سيرفيسز. قلت له لماذا؟ قال أنا سأتعامل مع المثلث هذا كما لو كان كيرف سيرفيس، وبالتالي بقول إن في فورس هوريزونتال تؤثر على البروجكشن هذا، أوكي سايد فيو، وفي فورس فيرتيكال في الى الاعلى. قلت له ممتاز جدا. طبعا زي ما انتم شايفين يا شباب رسم لي اف اتش 1 هنا اللي هي الهوريزونتال فورس التي تؤثر على السايد فيو، وهنا ايضا الهوريزونتال فورس التي تؤثر على البروجكشن هنا او السايد فيو، وقال انه بوث فورسز ار ذا سيم. هذه اعجبتني منه جدا جدا. ليش بوث فورسز ار ذا سيم؟ لما سالناه قال لانه السايد فيو من هنا للكيرت سيرفيس لنص السلندر هو زي السايد فيو من هنا للبلين اللي هو المائل هذا. قلت له جزاك الله خير، ممتاز جدا. فقام يحسبها هو، قال لك انها تساوي جاما اتش بار في الاريا، والجاما ما اعطيته قيمتها لكنه حسب الاتش بار اللي هي المسافه من سطح السائل الى السنترويد الخاص بالاريا التي ستكون مستطيل ارتفاعه 2 متر وعمقه الى الداخل بدي، اوكي اللي هو بواحد متر، وقام بالتعويض هنا جاما وهنا الاتش بار وهنا الاثنين اللي هو الارتفاع والعمق بالداخل بدي اللي هو بواحد متر، وطلعها بكم؟ ب 2 جاما نيوتن، واخذ عليها درجه فل على هذه الفقره. بعدين ايضا هو عارف انه ما يحتاج يحسب اللاين اوف اكشنز HCB1 و HCB2 لانه القوتين زي بعض، وبالتالي
المومنت الخاص بهم حول البوينت سي هنا بيتكنسلون، لكنه خاف انه ينخصم عليه درجات لاني قلت احسب كل الهيدروستاتيك فورسز و their lines of actions. فسوى الحسبة كالتالي، قال ان ال HCB1 هو نفس ال HCB2، وبما انه يؤثر على vertical surface عبارة عن 2 متر في الارتفاع 1 متر جوا، فهذه هي الفورميلا H bar زايد المومنت اوف انيرشا حق المستطيل على H bar في الاريا، وعوض كما ترون هنا H bar بواحد متر، هذا هو الواحد متر، 1 على 12 البيس هنا بواحد اوكي، والارتفاع باثنين كيوب تمام، هذه الاريا اثنين في واحد، وهذا الاتش بار احصل على 1.33 متر، يعني الاف اتش 1 تاثر تحت السنترويد بكم؟ ب 33 سنتيمتر. الان هو خلص من الهورزنتال فورس ماجنتيود سواء على اليمين او على اليسار، وايضا اللاين اوف اكشنز، بعدين انتقل الى الفيرتيكال فورس اف في 1 اوكي، وهو مؤشر له هنا اف في 1 واللاين اوف اكشن اكس 1، وبما ان السلندر يحيط بها الماء من اسفل ومن فوق، فقال لنا على طول انه الفيرتيكال فورس حتكون الباينسي فورس اللي هي وزن السائل المزاح اهو جاما في الفوليوم اوف ذا يعني ديسبليسد فوليوم اللي هو هاف سلندر، اهو عندك هنا نص اللي هو نص سلندر، وباي ار سكويرد، ار سكويرد حتكون بواحد، في الدبث اللي جوا اللي هو بواحد متر حسبها طلعت 1.571 جاما نيوتن، وحسب الاكس 1 هنا زي ما انا طلبت قال ان اكس 1 من الجداول حتساوي 4 ار على 3 باي، طلعت 0.424 متر، وواصل الى اف في 2 كما ترون هنا، واف في 2 حتكون وزن السائل المزاح بواسطه ايش المثلث هذا، فكتبها لي جاما في الفي تريانجل، حجم الفوليوم الخاص بالمثلث هذا حيساوي المساحه حقه المثلث اللي هي نصف القاعده هاف 2 مضروبه في الارتفاع اللي هو 2، في الدبث اللي جوا اللي هو بواحد متر، وطلعت ب 2 جاما نيوتن، واللاين اوف اكشن اللي ما قصر والله عجبني يا اخواني، يعني شغل جدا ممتاز، الله يكثر من امثاله، وان شاء الله تصيرون كلكم زيه احسن ان شاء الله. قال ان اللاين اوف اكشن من هنا للمثلث انا اعرفه من زمان اللي هو ثلث القاعده، القاعده ب 2 متر فقسمها على 3 اهو 2 متر وضربها في ثلث صارت 0.667 متر. الان هو جاهز انه يحسب الريزستنج مومنت عند النقطة سي، فرضها موجب في هذا الاتجاه، واخذ العزوم عكس عقارب الساعة تكون موجبة، وقال أول شيء عندي المومنت هنا الذي لازم أحطه عشان يمسك البوابة هنا، لو طلع المومنت بالصفر معناته أن الوضع أندر إكوليبريم، إذا ما طلع بالصفر معناته فعلا أننا بحاجة إلى مومنت لتثبيت البوابة أو البارير. وقال FH1 وFH2 لن يعني ألتفت لهما لأنهما بنفس الماجنتيود ويؤثران على نفس اللاين اوف اكشن، مما يعني يخفف عليه كثير من الحسابات. على طول راح الى اف في 1 وضربها في الاكس 1 واتجاهها بيكون كما ترون عكس عقارب الساعة، ماينص اف في 2 في اكس 2 اللي احنا حسبناه هنا، قام بالتعويض زي ما انتم شايفين بعد ان نقل الحد هذا على اليمين فصار بالماينص، ونقل الحد هذا على اليمين فصار موجب. القيمة الخاصة ب FV1 احنا جبناها قبل شوية 1.571 جاما، في اللاين اوف اكشن اكس 1 اللي هو 0.424 زايد FV2 اللي هي 2 جاما في ثلث القاعدة اللي هو 0.667، سوى الحسبة طلعت النتيجة ان المومنت 0.667 جاما نيوتن متر، اخذ فل مارك بكل اقتدار. هذه هي الطريقة الاولى يا شباب في حل هذه المسألة. الان بنتقل معكم يا شباب الى الطريقة الثانية اللي كثير من الطلاب استخدموها وكنت انا متوقعها منهم لما يعني صممت هذه المسألة. الجزء الايمن اللي هنا ما عليه اي تغيير زي ما سوينا في الطريقة اللي راحت، لكن التغيير هنا في الجزء الايسر. ايش قالوا هذول الشباب؟ قالوا حنعتبر السطح هذا بلين سيرفيس، وبالتالي سنحسب النورمال فورس اوكي، عشان نحسب النورمال فورس لابد اني احصل على الواي سي او الواي بار، وايضا عشان احسب اللاين اوف اكشن هنا لازم احصل على الواي سي بي، ف
فنبدأ على بركة الله. عندي قوة من هنا على اليمين F horizontal، هي زي ما جبناها في الطريقة اللي راحت، حتكون ب 2 جاما نيوتن، واللاين اوف اكشن الخاص فيها حيكون ب 1.33 اللي هو المسافة هذه، خلصنا منها. ايضا نفس الشيء بالنسبة للفيرتيكال فورس، حتكون جاما في الفوليوم اوف هاف سلندر، اذا حسبته يطلع 1.571 جاما نيوتن، واللاين اوف اكشن 0.424 اللي هو هذا. فالجزء الايمن من هذه المسألة ما يفرق عن الطريقة السابقة. عشان أبدأ حساباتي يا شباب، أنا بحاجة أني أجيب الدستنس هذه اللي هي L. كيف أجيبها؟ أقول أن المسافة هذه تساوي إيش؟ تساوي 2 على إيش؟ على كوساين 45، وتطلع 2.828 متر، وهذا الشاب رسمها أو كتبها لنا هنا. وعشان أجيب الـ Y bar أو الـ YC اللي هو الـ inclined distance from the free surface to the centroid، حتكون بهذه الطريقة L على 2 قسم 2.828 على 2 طلع له 1.414 متر، ثم بعد ذلك ضربها في ساين الـ 45 عشان يحصل على المسافة هذه، وحتعطيه مرة أخرى بكم؟ بواحد متر زي هذه بالضبط. وبدأ في الحساب زي ما أنتم شايفين، قام هي ما تغيرت، الاتش بار بواحد متر، وأما الاريا الآن فستكون واحد متر اللي هو الدبث في المسافة إيش؟ المسافة المائلة هذه. المسافة المائلة هذه كم؟ 2.828 متر. سوى حسبته وحصل على 2.828 جاما نيوتن. خلص من الماغنيتيود واخذ عليه فول مارك، راح يحسب ايش؟ الواي سي بي اللي هنا، طبق المعادله اللي تعرفونها الشهيره هذه، وبدا بالتعويض. الواي بار او الواي سي هو كم؟ المسافه من سطح السائل المائله الى حد فين؟ الى حد السنترويد هنا اللي 1.414، وتجدونها هنا، وهذه هي الاريا اوف ذا انكلايند سيرفيس التي هي L 2.828 في 1، وهذا هو المومنت اوف انيرشيا للسيرفيس المائل هذا اللي هو على شكل مستطيل، مسافته من هنا الى هنا ب 2.828 والعمق جوا ب 1. سوى حسبته يا شباب، طلعت ايش؟ المسافه المائله من هنا الى اللاين اوف اكشن 1.885 متر. خلاص هو الآن جاهز إيش؟ يأخذ العزوم حوالين النقطة C. أخذ العزوم الآن حول النقطة C، وافترض أن الاتجاه هذا هو الموجب، وبدأ بكل دقة وهدوء يعوض. قال أنا سأضع المومنت الريزيستنج مومنت هنا بموجب، وعندي أول فورس اللي هي الاف اتش هنا بأضربها في المسافة اللي من هنا إلى هنا. المسافة هذه عبارة عن 2 متر اللي هي from here all the way to here ماينس ال HCB. ال HCB احنا جبناه بكم؟ ب 1.33، حيعوض هنا ب 1.33 بعد شوية. طيب اتجاهها فين؟ اهو زي ما انتم شايفين اتجاهها عكس عقارب الساعة، فهو بموجب، زايد ال Vertical Force هنا اللي قيمتها ب 1.571 وتؤثر على مسافة 0.424 من ال Point C، اهي هذه هي، ماينس ايش؟ ماينس ال Force هذه، اوكي، والتي تبعد مسافة هذا المقدار اللي هنا التي تساوي L اللي هو طول اللوحة كلها ناقص YCB، اهو هذا هو ال YCB. ارجو انكم تركزون في هذه مضبوط وتأكدون من فهمها. بدأ بالتعويض الآن مباشرة، FH ال horizontal force ب 2 gamma اهي، وال HCB اهي 1.33 جابها هنا، وبالنسبة لل vertical force اللي هي هذه حسبها هنا ب 1.571 زي ما قلنا، وضربها في الاكس اهو 0.424، النورمال فورس اهي كانت 2.828 جاما، واللاين اوف اكشن حيساوي طول البلين اوكي المايل اللي هو 2.828 ماينس الواي سي بي، تمام. وسوى الحسبه حقته طلعت ما شاء الله 0.667 جاما نيوتن متر، نفس الاجابه في القسم الاول. مسألة الحمد لله إن شاء الله يعني ثرية، وبتجعلكم إن شاء الله في التست القادم اللي أنا بعيده لكم للمرة الثالثة تبدعون. أتمنى أنه ما يضيع عليكم الامتحان الثالث المعاد هذا،
وتجيبون درجة جيدة. وأتمنى أيضا بقية الشباب العرب أن يكونوا استفادوا من هذه المسألة. إذا حسيتوا يا شباب أبناء الطلاب أنكم استفدتوا فأرجو لا تنسونا من دعوة صالحة بظاهر الغيب. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.